السلام عليكم. Welcome back to episode 8 of Learn Darija through podcast. As always, listen to the podcast and try to answer the four following questions. Number 1, what is the food that Abdullah likes the most? Does Abdullah cook at home? Is there any difference between tangia and tajin? Number 4, what is lamsir? Sorry for the interruption, but I think you might want to hear this. If you're trying to become fluent in Moroccan Arabic to communicate with your Moroccan family or your Moroccan spouse's family, or you simply planning to come live in Morocco soon but have no idea where to start, which Darija classes to take, then I might be able to help you. I'm opening my online Darija school in January of next year, 2025. This online school already helped 20 students learn and become fluent in Darija. My students are now able to talk to their Moroccan family members, talk to their Moroccan spouse's family, and even some of them are now living in Morocco and have no trouble speaking to Moroccans. This school program is for both, for complete beginners and intermediate Darija learners who wish to become proficient in it. And because of my small team of teachers, we can only take around 50 students at the start of next year. So we make no exceptions. So if you sign up a little late, you will need to wait around 3 months for the next school opening. If that sounds like something you'll be interested in, then click the link below to register to be notified when the Darija Learner Pro School is opened. With that being said, let's go back to the video. الهوت دوغ علاش كيعجبك الهوت دوغ؟ ماشي كيعجبوني ولكن كنشوفهم بزاف الناس كتاخذهم في العربات في امريكا. خصك تعرف كيفاش دير هذيك الماكله. فهمتك. واخا ندوزو لسؤال اخر. شنو هي الماكله اللي كتفضل من هاد الماكله اللي في بلدان ولا من بلدان اخرى؟ شنو هي الماكله اللي كتعجبك اكثر؟ نقدر نمشي مع طاليان. طاليان بيتزا عموما. الماكله الطاليانيه. اوكي مزيان. علاش كاين واحد الاناقه عندهم وهما في التقديم في الماكله كيقدسوا الماكله يعني شغوفين. فهمتك. فهمتي شنو نقول؟ فهمتك. والماكله المغربيه لا يعلى عليها. شنو هي الماكله اللي كتبغي وشنو هي الماكله اللي كطيب؟ مؤخرا بحكم الوقت كان طيب الحاجه المسلوقه. كنسلق الخضره. الخضره كاين الطروس، بطاطا، البيض. يعني الحاجه اللي سهله في التحضير. وبالنسبه للماكله احسن حاجه كنفضل طنجيه. شنو هي الطنجيه وشنو الفرق ما بين طنجيه وطاجين؟ كاين فروقات كبار لم من ناحيه المكونات، طريقه التحضير، مده التحضير، المذاق. الفرق كبير. واخا اشرح لي. طاجين قدر يكون فيه الدجاج، اللحم، الحوت، وكيكون فيه الخضرة، بعض المرات الزبيب، بعض المرات البصلة. يعني كيكون متنوع. طنجية كتلعب على حاجة واحدة اللي هي اللحم. اللحم والعظام. اللحم ماشي بالضرورة، تقدر دير غير الملج. شنو هو الملج؟ اللحم العظم. اللحم بلا عظم. وكيدار في واحد القدره خاصه غير بالطنجيه. كيديروا شي مكونات خاصين غير بالطنجيه. وكنديوها للفرناتشي، ما كنطيبوهاش في الدار. فرناتشي ولا كتبقى اقل حاجه 4 سوايع. في الرماد كيحطوها في الرماد. باش تطيب. في الرماد. واخا. شنو اللي كي لا شنو اللي كتعجبك اكثر؟ واش طاجين ولا طنجيه؟ طنجيه. علاش؟ طنجيه كتكون الحلاوه في طيابها. طريقه التحضير ديالها كيفاش نشرح لك؟
كتولي متحمس كيف تخرج كيفاش تيابك بغا يطلع واش با تصدق ولا ما باش تصدقش. ولكن نفس الحاجه في طاجين. طاجين كتكون كتحل واش خاصو البلول كتدوق خاصها الملحه طنجيه كترمي كل شيء وكتخلي انت وزهرك فهمتك كيخرجات فهمتك صراحه. ولكن في غالبيه الاحيان ولا غالبا كتخرج زينه زوينه حاجه بسيطه غير المصير الى تشوي ولا نقص تشوي كتاثر لك بزاف على الطنجيه. شنو هو المصير؟ المصير هو الحامض حيل يعني كيشدوا الحامض وكيرقدوه وكيخلوه واحد المده طويله حتى كيولي حيل كيديروا معاه الملحه الزيت كيخلوه يعني الى درتي المصير في طنجيه ماشي لابد تزيد الملحه بالعكس كيكون المصير مالح بزاف اذن الى كثرتي كتولي الطنجيه مالحه يعني خاصك دير غير القياس داك القياس خاصك تكون حريفي باش تجيب القياس. شنو هي حريفي؟ حريفي يعني عارف فاهم